اهلا وسهلا بكم، عمتم مساء مشاهدين شاشه الاردنيه الاولى اي 1 تي في، صوت الشعب ابتدا معكم انا كمال نزال، اهلا وسهلا بكم. في حديثنا خلال هذا اليوم راح نتحدث عن مبحث الرياضيات والاطمئنان عن طلبه الثانويه العامه في مبحث الرياضيات لهذا اليوم، وايضا راح يكون معنا في حلقتنا لهذا اليوم سعاده النائب صالح العرموطي عضو مجلس النواب. بالبداية يسعدنا متابعتكم لنا عبر شاشة كل أردن A1 TV وأيضا عبر اللايف ستريمينج على صفحتنا على الفيسبوك. للوقوف أكثر على مبحث الرياضيات، كيف كانت الأسئلة والاطمئنان على أحوال أبنائنا الطلبة طلاب التوجيه والثانوية العامة، راح يكون معنا خفي اتصال على الهواء مباشرة الدكتور أحمد جميل المساعف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم بعد قليل لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ايضا في خلال متابعتنا لهذا اليوم راح يكون معنا سعاده النائب صالح العرموطي عضو مجلس النواب، نتحدث اكثر عن القوانين التي تشرعها مجلس النواب. معنا الدكتور جميل، معنا الدكتور احمد. طيب راح نطلع معكم لفاصل قصير، نرجع لنكمل حلقتنا، خليكم معنا. الآن صار بإمكانك تحجز تذكرتك وتتعرف على أبرز الأخبار والعروض المتعلقة بشركتنا ووجهاتنا اللي منقدم لك إياها وإنت قاعد في بيتك من خلال موقعنا الإلكتروني. ما عليك إلا أنه تفوت على www.jordanaviation.jo وتختار وجهتك وموعدك بكبسة زر. احجز من خلال موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 10% على تذكرتك القادمة. الأردنية للطيران، جواز سفرك للعالم. تطبيق جيت الجديد الآن بين يدي. تطبيق جيت متوفر الآن على أب ستور وجوجل بلاي. بطاقتك صارت في موبايلك مع تطبيق كاب باي. ادفع الآن بسرعة وسهولة وأمان. حمل التطبيق الآن. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، يسعدنا متابعتكم لنا عبر اللايف ستريمينج على صفحتنا على الفيسبوك وعبر شاشة الأردنية الأولى A1 TV. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة المميزة سعادة النائب صالح العرموطي عضو مجلس النواب. يسعد مساك يا سيدي. يا مرحبا، حياك الله. حياك. يا مرحبا. يعني سعادة أبو ماد، أسعد الله مساءك بكل خير ويومك مبارك إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. الله يسعدك ويخليك. يا مرحبا. بالبداية نتحدث عن أبرز الإجراءات التي يقوم بها مجلس النواب للتخفيف عن المواطن من العباء الحياتية الموجودة. يعني قد يكون هذا السؤال الأول والأخير، ونحاول إحنا اليوم نوقف مع المواطن أكثر وأكثر. شفت أقول لك، كان الله بعون المواطن. نعم. وعون الوطن. جميل. يعني في ظلم واضح، في جوع وفي فقر وفي حرمان وفي مديونية تجاوزت 35 مليار. يعني شكرا. أنت لحالك عليه 5000 دينار الصندوق النقد الدولي، عندي دين داخلي تجاوز 60% ودين خارجي 40%. نعم. عندي بيع سندات دين 7 مليار على سبيل المثال مأخوذة من ضمان الاجتماع صندوق الفقراء والمساكين، لا سمح الله لو ما تسددت الحكومة في المواعيد المحددة. نعم. شو بدي يصير؟ صحيح. الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 114% وقانون الموازنة العامة بنص. نعم. إنه ما بصير تجاوز 60 و70%. صحيح. فكيف لي كممثل للشعب جئت بإرادة الشعب رغم كل الضغوطات وإرادة الشعب لابد أن نعبر كاستحقاق دستوري. أنا إلى حق السؤال أستوضح عن أي نقطة من نقاطه. نعم. وأن يأتيني الجواب خلال 14 يوم، وإذا ما إجاني الجواب في هذا الموعد يصبح من حقي أن أحول سؤالي إلى استجواب، والسؤال الذي يناقش ويرد عليه الوزير المعني. نعم. خاضع إذا ما اقتنعت بإجابته أن أحول هذا السؤال لاستجواب، والاستجواب يفتح الباب لجميع السادة الزملاء للمناقشة فيه، ومن الممكن يتحول الاستجواب لطرح الثقة في الحكومة. صحيح. هذه الاستحقاقات الدستورية. بالطبع. أنا براقب وبحاسب وبحيل للقضاء. يعني هناك قضايا إحنا حنا وزراء نتيجة تقرير ديوان المحاسبة
في قضية البحر الميت طالبنا ووصينا كلجنة تحقيق إقالة وزيرين وأقيل الوزيرين وتحولت القضية للمحكمة وصدرت فيها أحكام. إذن دورنا مهم جدا، علينا ألا نجامل، علينا أن نقف مع الشعب المقهور المغلوب اللي راتب المتقاعد العسكري اللي يتجاوز 240. لما أشوف المواطن مش لاقي يلبي حاجات يومية، لما أشوف أنا المواطن في بصيرة عنده 5-7 أنفار حاصلين على الشهادات الجامعية صحيح. بامتياز عاطل عن العمل وعندي 400,000 عاطل عن العمل، عندي ديوان خدمة المدنية لما ألاقي أقدم طلب لا يقل عن 25 عام مقدم صحيح. وبعدين لما يجي دوره بكون فايت المدة القانونية بقول لا ما بصير نقبله بعد 45 ثم يتم. يعني هذا الأمر هم كبير. بتعرف شو السبب؟ الناس بيعولوا على مجلس النواب الكثير، لكن سبب تقصير الحكومات المتعاقبة أدت إلى أن المواطن فكر كل شيء بيد النواب. نعم، العصا السحرية بيد النواب. سعادة أبو عماد، إحنا اليوم أمام تحديات جلة وكبيرة جدا، تحديات هي تواجه المواطن الأردني وتواجه أيضا كمان يقف في حدها مجلس النواب في ظل الحكومات المتعاقبة. يعني هذه الأمور التراكمية أتت مع الحكومات المتعاقبة، عندنا بطالة، عندنا عجز، عندنا مديونية، عندنا قلة موارد، عندنا فقر، عندنا قاعدة عم بتزيد. هاي الأعباء الحياتية على المواطن الأردني. اليوم إحنا بنتحدث عن إجراءات تخفيفية، ما السبيل لتخفيف من هذه الأعباء نوعا ما؟ شوف عندنا ما الحلول؟ شوف أقول لك، الحكومة ما عادش تملك من زمان عمرها لا تتخذ قرار ولا شيء. نعم. تعديلات الدستورية انسحب صلاحياتها في المجال السياسية والمجال صحيح. الأمنية، وأصبحت مرتبطة في مجلس الأمن القومي صحيح. والقرارات التي تصدر عن مجلس القومي بشرك لا تخضع لرقابة الحكومة وإنما مباشرة إلى الملك بصادق عليها وهي مستقلة ولا تستطيع أن تتحدث فيها ولا تنطق فيها لأنه برأس الملك ويدعو الملك لهذه الاجتماعات. وبالتالي أيضا المادة 40 النص عليها الدستور سحبت الصلاحيات من الحكومة بالتعيين لمراكز مفتي المملكة وقاضي القضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجيش وقائد مدير الأمن العام كلها لم يعد للحكومة أي صلاحيات وجردت من صلاحياتها التي نص عليها الدستور. شو بدك تتأمل بحكومة لا تستطيع أن تمارس وتتخذ قرار؟ خليني أقولها بصوت عالي. لذلك إحنا بدنا نعيد منهجية طريقة اختيار الحكومات. إذا تقليدية معناته بتيجي حكومة ولا الحكومة التي تليها، بدنا نعيد النمط والمنهجية شكلية. أما شكلية أجيب هذا وهو لا يملك قرار، بدي أجي أجيب رئيس حكومة يصبح صاحب قرار يتخذ القرار لخدمة المواطن. المواطن الأردني محترم ومقدر وكرامته عالية، ما بصير نذله، ما بصير نذله بنقمة الخبز، لا بصير نذله بقطع الكهرباء عنه عدم مقدر، لا نذله أمام وزارة التنمية الاجتماعية أعطيه 40-50 دينار لا يلبي حاجاته اليومية. 40-50 دينار اليوم قديش ممكن؟ ولا بيجيب شيء، ولا كيسين يا سيدي بيجيب له، ولا كيسين بيجيب لك، ولا يلبي حاجة. وشوف قديش بده ينعكس على الأب واللي داخل على أسرته، إله طلبات أساسية مش قادر يلبيها. شوف قديش حالات الانتحار صارت في بلدنا، رغم عملوا قانون العقوبات وشددوا قالوا الشروع في الانتحار يعاقب عليه. شوف قديش صارت حال انتحار في البلد نتيجة ظروف سياسية. وبعدين أقول لك البلد لا تحتمل. البلد بتمر في ظروف سياسية معقدة في غاية صحيح. بايدن بده يزور المنطقة ومش مرحب فيه وبده يفرض إملاءات يعني إحنا في حزام متوتر جدا جدا ملتهبة ملتهبة سيدي. إحنا في واقع معظم مؤلم. الدول العربية ارتهت بعضها الصهيونية. الدعم الأردني بطلوا يدعمونا. شكرا. صار وضعنا صعب جدا سعادة أبو عماد. عندنا موارد مؤلم. يا أستاذي والله عندنا موارد. وأنا بقول الشعب الأردن فقيرة ما عندهش موارد، بكذب على الشعب الأردن. ما هي مواردنا؟ مواردنا أنا بقولها طاقة الرياح، طاقة الشمسية، اليورانيوم اللي امبارح اكتشفوه قالوا بكفينا كهرباء لمدة 15 عاما، الرصاص، غاز الريشة، الكعك الصفراء. الكعك الصفراء طبعا كذا كذا، مناجم الذهب والنحاس اللي اكتشفت هي. جميل جدا. نحن في واقع مؤلم. نحن في واقع مؤلم لكن يسعدنا اليوم انه احنا في عنا اشخاص موجودين في مناصب وخبرات وكفاءات عم تشعر في المواطن عم بتحاول تخفف هاي الاعباء. الخبرات اليوم الاردنيه اللي نحن اليوم نفاخر بها مش بس الوطن العربي
والأمة العربية، العالم كامل، ولها لمسات وبصمات فعليا موجودة في العالم أجمع، وأثبتوا أنه في عندهم حلول، وأعطوا عنا حلول لكثير من العجز اللي موجود عندنا، وأسسوا لحكومات ذكية، أسسوا لمدن ذكية عندنا، كان في عندنا برمجة عقلية كان نستثمرها ونستفيد فيها ونطلع فيها شوي، بحيث مش بس نخفف على المواطن كمان حتى نخلينا يتعش. عندنا صار فيه هجرة عقول وهجرة خبرات كثير. اليوم كيف ممكن احنا نرجع نستوردها ونثبتها في البلد؟ كل اللي بتحكيه هذولا غايبين عن الساحة. لو وضعوا الأشخاص اللي انت تفضل عنهم لكانت بلدنا بخير ومواطننا بخير وأمننا واستقرارنا بخير، لكن اللي انت تفضلت هذولا مبعدين. أنا لما تتشكل حكومة تعتمد على الطائفية والإقليمية والجهوية والمحاصصة، وهذا من المنطقة الفلانية وهذا من المنطقة الفلانية، إذا طلع وزير من المنطقة الفلانية بعيد وزير بجيب وزير آخر من نفس المنطقة، مش هيك تدار البلاد. مش هيك تدار البلاد. اليوم أين دور مجلس النواب في محاسبة أي شخص في مكان مسؤوليته عن وضع اليوم وزير ولا أي حدا ثاني موجود عندي؟ المحاسبة يوميا. المحاسبة يوميا. أول الآن مش في عنا عطلة. رغم ذلك اللجان تجتمع وتلتقي مع كل المسؤولين. وأي مشكلة بتحصل الآن بتابعها حتى يكتب توصيات وتعرض، وكثير من القضايا المعروضة مشاكل مواطنين اللي بتقدموا فيها لمجلس النواب تعرض على اللجان ويستدعى الوزير المعني ويستدعى مدير المؤسسة. ويتم حل كثير من القضايا، واللي ما تنحل قضيته يحال إلى اللجان، هذه تأخذ توصياته وبتعرضها على مجلس لاتخاذ القرار المناسب. جميل. ومن الممكن، احنا سبق في المجلس السابق طرحنا الثقة بالحكومة وكادت تسقط وزير من الوزراء، وبعدين استفادوا من النص الدستوري يحق للحكومة أن قبل التصويت أن تتقدم باقتراح بالتأجيل لمدة 10 أيام. تعرف شو ساووا خلال 10 أيام؟ ضبطوا الأوضاع. لا، روح الوزير. جميل. حتى روح منهم ولا يتم إسقاطه، حتى لا يقال إنه مجلس النواب أسقط وزير، أسقط حجب الثقة عن الوزير. هاي الإجراءات اللي موجودة عندنا في حادثة العقبة الأليمة اللي كلياتنا شاهدناها وعاصرناها وآلمت قلوبنا وفقدنا فيها أرواح إخواننا وشباب هذا الوطن الذي نفاخر بهم الدنيا، هل تم السير وتطبيق هذه الإجراءات على هذه الحادثة أم ثمة المواربة؟ لا لا لا، لا يجوز بهذه الطريقة. أولا الخلل العام الأمني، أنت حاطهم في ميناء مش ميناء صناعي، في ميناء عادي. شكرا. والسلامة العامة غير متوفرة نهائيا. غير متوفرة غير نهائيا. غير متوفرة نهائيا. نعم. ولم يكن هناك إنذار. نعم. ولم يكن هناك متابعة. نعم. ولم، وكان زي ما قال مدير جاب خطي مدير الميناء إني أنا خطبت رئيس السلطة وطلبت، قال لا داعي لعقد دورات للسلامة العامة. ما لا في وافق. ما لا في وافق. لا وافق. لا 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 قال لا 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 يسمى الضرورة بين بهذا المعنى، يعني بالنتيجة ما بتوش وافق. نعم. إذن في خلل. أنا لما أجيب غير بعدين كيف تحط لي ناس متهمين أصلاً؟ كيف تحط لي تشكيلة اللجنة أصلاً غير قانونية؟ تشكيلة اللجنة، طيب أنا بالله عليك لما أحقق مع واحد بالسلطة رئيس أو مفوض كذا هو ورئيسه موجود، كيف بده أنا أتخذ قرار في مواجهته؟ نعم. غابت وكان يتوجب كثير من الرؤوس تغادر مواقعها. اليوم بسمعت أنه وزير الداخلية نقل المحافظ. نقل المحافظ. يعني سيكون منحاز للسلطة. والباقي، والباقي وين أنتوا؟ وين ساكتين عنهم؟ من رئيس السلطة لا آخر واحد مسؤول في هذا البلد. هذه تفجيرات، الحمد لله، أقول الحمد لله اللي تمت، والحمد لله إنه الميناء بعيد عن، والحمد لله إنه مجرى الهواء كمان كان حتى مجرى الهواء أنقذنا، حتى مجرى الهواء سيدي أنقذه. مجرى الهواء كان أرحم منا على نفسه. والله والله أنا رحت عزيت في شخص عمره 40 سنة، قال أنا بديش أنزل وعنده شاحنة، ورحت عزيت في جبل حسين يا حرام، زلمة محترم وبصلي وكذا وكذا، فرحت عزيت بقول شو، قال لأولاده أطفال، عنده 5-6 أطفال قاصرين 5 و6 سنوات. بالله عليك هذا شو بدي يساوي؟ كيف بدي يساوي؟ أنا عندي خلل. لماذا أنا ليش أقصر؟ ليش أجيب واحد غير مؤهل؟ نعم. أنت ذكرت لازم تجيب، طب عندي خبراء مختصين بيجيب. ليش أجيب؟ طب اليوم هل مجلس النواب ليش أنت قوة؟ من القوة ومن مراكز القوة التي تحول دون اتخاذ؟ أقول لك لو فيش مساءلة جزائية مباشرة أدبيا. شكرا. وزير الصحة بقضية السلط. نعم. قدم استقالته على سبيل المثال. صحيح. في دول العالم الراقي الوزير بتحمل، أنا بقول لك الحكومة. نعم. كلها. نعم. تتحمل. صحيح. مسؤولية ما تم. نعم. الحكومة كلها. صحيح. لأنه متضامنين متكافلين ومسؤولية. نعم. وأنا براقب. وليش السلطة أصلا؟ نعم. أنا ليش أخلي سلطة؟ أنا لازم أضم السلطة للأردن. صحيح. أنا جمارك بيني وبين كذا،
وليش أعطيها سلطة أنا ولايتي كحكومة على كل الوطن بشموله. صحيح. عبد الرؤوف الروابدي لما اعترض على السلطة روح، ما بدهمش واحد يقول الصح، بدهم واحد يسكت. ولذلك الله يستر، أنا بعدين بيني وبينك كنت المحاصيل القمح هذه عندنا وصوامع هناك، نعم، كنت خايف عليها تتلوث. صحيح. المواد الغذائية الموجودة في المنطقة، وأنا طلبت إنه الغذاء والدواء ولا يقتصر على التحليل اللي عدمه، أن يتوسعوا في التحقيق. لا سمح الله إذا تلوث هذه المواد عندي كفاية إلى سنة. نعم. زي ما بقوله، شو بده يصير بالمواطن الأردني؟ نعم. لذلك حماية المواطن الأردني ضرورة ملحة. نعم. كيف أنا أجيب إشاعات؟ تابعنا هذا الموضوع في أول يوم وثاني يوم، وتيجي من الموقر، شوف تمشي من الموقر تروح على العقبة 400 كيلو 450 كيلو. نعم. براحتها. طب لو كان في تجمع انفجرت في الشارع، صحيح، لو هذا أمر في غاية الخطورة. نعم. ولذلك الآن هل يوجد متابعة من لا اللجان؟ يكون. هل يوجد متابعة من اللجان مجلس النواب لمتابعة أحوال هذه الأطفال اللي توفوا؟ شوف تقول ضروري، وذكرت لك أنه واقعة بحر الميت شكل مجلس النواب في ذلك الوقت لجنة، وأنا كنت من ضمنهم. نعم. وأوصينا بإقالة وزيرين. أه. وحولت القضية وصدرت أحكام بالحبس على عدد من الأشخاص، وترتب مبدأ المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدوي اللي حق بها هؤلاء الأشخاص. يعني كل مواطن توفاه له الله يرحمه وندعو للأحياء بطول العمر، أمين، يستطيع أن يقيم دعوة للمطالبة بالعطل والضرر عن ما أصابه. وأنا بقول لك الشخص الواحد زي هذا مثلا 40 سنة مش أقل معيلة أسته في شغير معيلة لا يقل عن 100-150 ألف يطلع له عن طريق الخون، ولا يعوض شيء، أخرتها بتروح ولا يعوض شيء. بس بقول لك المبدأ التعويض حاصل، لكن لما أشعر أنه دولتي وبلدي انه شوي عم بتقدرني، شوي عم بتحس فيه، انه حسه انه هذا المسؤول اللي اجى بعرفش باي طريقه ومين داعم ومين كذا ومين وراه ومش قادر حدا جهه تقرب عليه. نعم. لما اشعر انه يد طالته يد العداله برتاح، لو ما اخذتش ولا فلس ترتاح. صحيح. يد العداله بترفع هؤلاء. صحيح. وخف الوطأة من الانتقام، ومش شلليه ولا هي مزارع بهذا البلد، هذه جريمه بحق الوطن والمواطن على حد سواء. وبقول لك الان القضيه وتقرير مجلس النواب هاي جايك، اللجنه التي تمت غير ملزمه للمدعي العام، وانا من منبرك المحترم والمقدر. نعم. اللي فتح هذا المجال ادعو النيابه العامه الا تتسرع في احاله القضيه الى المحكمه، لانه الان لابد من توسع في التحقيق. لا، التحقيق لا يعتبر الزامي للجهه النيابيه، تستطيع ان تشطب التقرير بكامله، وتستطيع ان تضيف وتستمع لشهادة شهود، وهناك شهود يجب عليها أن تستمع له، ويحق لكل شخص كان حاضر أن يتقدم للمدعي العام ويقول أن لدي رغبة بالشهادة في هذه القضية. المدعي العام تحرك بشكل منفصل عند سماع وروده أنه وجوده فيها، بس أخذ التقرير اللي ورده. أنا بقول له من الآن. نعم. من هذا المنبر لا تكتفي بما ورد بهذا التقرير، لأنه التقرير فيه خلل كبير جدا، ومن واجب النيابة العامة أن تستمع للشهود. ما هو الخلل؟ التشكيل. التشكيل من الشخص بالصريح، خلينا نحكيها، من الأشخاص المسؤولين عن هذا التشكيل؟ من الأشخاص الذين يتم حكومة، التي يجب أن تتحاسب بشكل حكومة واضح وصريح؟ حكومة بكل أفرادها، الحكومة هي المسؤولة. أنا شكلت ولا الحكومة شكلت؟ نعم. أنا أقلت الأشخاص هذول، مين أقالهم؟ مدير المينا مين أقالهم؟ مش نعم. الحكومة؟ نعم. حتى لعلمك هل تم توجيه استجواب للحكومة؟ حتى طريقة الإقالة هو الشركة، ما هي شركة؟ نعم. هي شركة، لازم صحيح. مجلس إدارة هو اللي يشوف التسرع في اتخاذ القرار والعفوية، يوقع ثغرات، يوقع، وبالتالي مش ملزم للمدعي العام. المدعي العام الآن يحقق ويتوسع في التحقيق، قطعا رايح تكون التسبب بالوفاة. نعم. هذه تحصيل حاصل، قد يكون هناك ناس إهمال. صحيح. تتفاوت حسب. هل تم استجواب الحكومة بسبب هذا؟ أنت تعلم والمشاهد يعلم أن مجلس النواب الآن في إجازة، ولعلمك وأمام كل المشاهدين، مجلس النواب قديش دورته يا أستاذي؟ أربع سنوات. أربعة. تعرف بيعطل سنتين وبيداوم سنتين. ليه؟ يعني بدل ما عملوا التعديلات، هيك الدستور، بدل ما عملوا التعديلات الدستورية وقالوا لا خلي مجلس النواب يعطله شهر، يعطلوا شهرين يا سيدي يرتاح، أما نعطل ست شهور يداوم ست شهور. وأنا عندي حزمة من القوانين وحزمة، وعملوا لي دورة استثنائية وعرضوا علي 12 قانون. أنا بحاجة دوام، إحنا بحاجة دوام أربع سنوات 24 ساعة أسبوع عشان شوي نقدر نخفف من هاي المشاكل. ما في صور. أنا الآن الحكومة حاطة رجل على رجل، لا بتسمع مناقشة ولا بتسمع استجواب،
ولا مذكرات. أنا اليوم مش في عندنا دورة استثنائية سنة مادة 82 صحيح، لا أستطيع أن أناقش أي بند سوى البنود اللي واردة في جدول الدورة الاستثنائية. وأنا حكيت في وسائل الإعلام، قلت على المجلس النواب لا يوجد ظروف استثنائية أن يستعمل المادة 82 بند 2 نعم. في مادة 1 يجوز للملك أن يعقد دورة استثنائية ويحدد جدول أعمالها نعم. ولا يجوز بحث أي أمر غيره. يجوز لمجلس بالبند 2 شو بقول، يجوز لمجلس النواب بالأكثرية المطلقة الطلب من الملك عقد دورة استثنائية ويحدد المجلس جدول الأعمال، وهذه لم يسبق حسب علمي أن استعملت في تاريخ المجالس النيابية السابقة. عفوا سعادة أبو عماد، اليوم حادثة زي حادثة العقبة أزهقت فيها أرواح وشهداء إن أصح التعبير، اليوم وضع المواطن الأردني بظل هاي الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها ما بتحتاج لجلسات استثنائية وطارئة؟ ما هسع ما قلت لك لتوجيه ممنوع. استجواب ممنوع ممنوع. أما أنا بقول لك الآن وجه أسئلة نعم الآن بانتظار الإجابات، عدد الزملاء قدم أسئلة سيناقش، وعند انعقاد الدورة العادية نعم. بإذن الله سيتم بواحد عشر الأصل إلا إذا الملك أجلها نعم. وبالعادة الملك بيأجلها لشهر 11 بالعادة بيأجلها لشهر 11 ويحق لنا عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع زي ما قلت لك أزمة البحر الميت. المجلس اتخذ قرار وشكل لجنة وظلينا لطول الليل ونسهر، قعدنا يومين ثلاثة طلعنا بتوصيات، ومن يعني واجب علينا أن نبحث في هذه المسألة ونشوف واللي أشخاص ما نالهم العقاب. أنا بدعو اليوم من منبرك على الأقل يتخذوا إجراءات إدارية بإقالة كثير من المسؤولين فيها في منطقة العقبة. طب أنا اليوم من هون لواحد عشر وحرموا البلديات، لغوا البلديات، السلطة لا لا لعلمك هذا القانون قانون السلطة ألغى البلدية، بلدية العقبة اللي عمرها أكثر من 100 سنة نعم. لغوها، ما عادش في البلديات، ما عادش تنتخب، كلها تعين. أنا اليوم عم بحكي خلال فترة أقل من أسبوعين لثلاث أسابيع حوادث كلياتنا شاهدناها في الأردن، سواء حادثة الجامعة العلوم التطبيقية أو حتى العقبة أو أحداث أخرى ثانية. اليوم أنا عندي هاي القضايا كلها ستجمع إلى حين عقد الدورة العادية. كمية الزخم اللي راح يكون موجود، كمية التراتبية، ومرات راح يكون في إحباط عند أهالي الناس اللي بتطالب بحقوقها، كمية العجز اللي عم بيصير. لواحد عشرة أنا عم بحكي، أو ممكن تتأجل لواحد 11 عم تحكي لي. طب اليوم أنا قديش العجز راح يكون أمام تحديات أمام مجلس النواب؟ اللجان الآن تستطيع أن تدعو لجاننا تستطيع أن تستمع لكل الملاحظات نعم. لجنة تأمين الصحة تجتمع مع الأشخاص يشوفوا وين الضرر الصحي والسلامة العامة، هل كانت متوفرة، فبعدوا هذه الأمور. ما بتيجي الدورة إلا كل شيء طبخة مطبوخة وجاهزة، فلا يمنع الآن اللجان الصحية واللجان الحريات والقانونية وكل اللجان الموجودة ولجنة العمل، من كل لجنة تستطيع أن تجتمع مع كل الأطياف في منطقة العقبة لإجراء التحقيق وتقدم توصياتها لمجلس النواب. وبعدين لعلمك الآن القضية بيد القضاء نعم. يعني بيد القضاء وصاحب الولاية يوم بكرة، أقول لك بكرة القضاء وخشى إن شاء الله ما يتحقق يصدر قرار بمنع النشر ويمنعك ويمنعني صح. لا أنت تحكي ولا أنا أحكي، وأنا بدعو له. بعدين هي الجرائم كثرت، مبارح مش أب قتل أولاده صحيح، ومش أب قتل طفلة وطفلة في الرمثة نعم، وهذاك بعجلون احنا بنحكي لك البخت الأم والبخت الأبو والجرائم والمخدرات صحيح، والجامعات والمدارس. يا رجل شو البلد وين احنا رايحين صحيح وين؟ هذا كلياته ممكن أن نصبر عليه، بس فاتورة الكهرباء وفاتورة الطاقة والغذاء ارتفاع الأسعار السلع. اليوم أنا عم بحكي عن قوت المواطن، قاعد عم برفع أسعار السلع الأساسية بشكل جدا ملحوظ على مواطن الرواتب عمرها ما ارتفعت، ما صار في دعم للرواتب صحيح. ما صار في ارتفاع في الأجور، ما صار في عندي تحسين أو بعض المميزات اللي تسند المواطن الأردني. لا بالقانون التقاعد ولا في ضمان اجتماعي لعلمك، ولا متقاعدين. إذا المتقاعد الله يرحمه ماته يقول لي شارك معركة الكرام الله يرحمه توفى الشهر الماضي اسمه الله. أحمد خزعلة من هون حكيت أنه أحمد خزعلة راتب الاعتلال نتيجة إصابته في معركة الكرامة دينار و750. هل يعقل يرضي من هذا الحكي؟ بينما وزراء بدخلوا الوزارة شهر شهرين ثلاث بأخذوا معلولية تتجاوز 100% المعلولية بصير عنده 80%، وانت عندك عجز شو رجعك؟
بالقانون اللي عنده عجز نسبته 40% ممنوع يرجع، اللي عندهم عجز 70% رجعوا وزراء. يا أستاذ رجعوا وزراء، شو تقول لي؟ لو في تقوى الله للمواطن ما مواطننا مسكين غلبان لا يجد. هل يتم توجيه هذا الاستجواب لديوان المحاسبة؟ هل يتم توجيه هذا؟ لا، ديوان المحاسبة أو النزاهة والفساد. ديوان المحاسبة سيدي بيراقب وبيحاسب الخلل، ومن واجب ديوان المحاسبة، احنا هلا تقرير ديوان المحاسبة عندنا موجود نناقش فيه لنا شهرين، سنة 2018 و19 و20 وسنتقدم فيه بالدورة القادمة إن شاء الله بالتوصيات، وفيها إحالات على مكافحة الفساد أعداد كبيرة. وأقول لك بدوا الآن لما شعروا أنه في مساءلة بدوا يعملوا تسويات مع شو اسمه مكافحة الفساد مشان يوقفوا الملاحقة. طب ساعة أبو عماد، اليوم الوزير والمسؤول وابن الحكومة مش هو واحد من المواطنين؟ لا. ألسنا متساويين بالأصل. نحن كمواطنين أردنيين أمام القانون؟ ألسنا متساويين بالحقوق والواجبات؟ هذا بقرأ. ليش في عندنا فارق جدا كبير؟ ليش في عندنا الوزير اللي هو طالع من الشعب عم بيكون بفارق كثير كبير والمواطن معدوم؟ ليش احنا عندنا هاي المفارقة؟ والأصل بعتبر ليش راتب ليش راتب مواصل برئاسة الوزراء أعلى بفوارق جدا كبيرة من موظف عادي؟ زي ما قلت لك سبب الخلل في اختيار الأشخاص، عدم وضع الرجل الناس بينهم. طب احنا اليوم قاعدين نحكي على الوجهات والشخصيات والمعارف والجاه ولبس كذا، هذا الاعتماد عليه. أما مواطننا اللي عندهم خبرة ونصدر خبرتنا للعالم بكل القطاعات. نعم. دول الخليج، أنا رحت على دول الخليج والتقيت مع مسؤولين اللي مدرسوا واللي عسكر ضباط أردنيين مدربينهم ومدارسهم والوعظ والإرشاد والعلماء كلهم في دول الخليج. هو إحنا كان لنا الدور والسبق. أقول لك مش بس بدول الخليج، في العالم، في أمريكا عندنا خبراء أردنيين ولم نستغل خبراتهم ولا نستفيد معلوماتهم. فأنا لما بتقول لي طبقة الوزير عالم، طبعا عازي لأنه جاي برج عاجي. وزير لما يتولى الوزارة ويخرج بمبالغ وفيش رقيب ولا حسيب عليه، شو بدي أقول لك؟ شو بين محاسب؟ بينما المواطن المغلوب على أمره ما له صوت. شوف الناس المرميين قاعدين بالشارع، أقول لك شو الفيوت اللي تم إخلاها؟ بالله عليك، بالله عليك تفتح على جريدتين الدستور والرأي. نعم. وشوف قديش صفحة معلن بيوت بيع بالمزاد العلني. هذول اللي بياخذ قروض برهنوا بيوتهم، برهن بيته بينباع بيته السكن في المزاد العلني. تعال شوف قديش في إعلان وقديش في صفحة فيها إعلانات بيع بالمزاد العلني وبرموا الناس بالشارع. وين نروح؟ للأسف. وين حفاظ على الأمن المجتمعي؟ وين؟ للأسف. هل هذا يؤدي إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي؟ قطعا لا. لما تشوف ال المغنيين والفحش وشو اسمه هذا بيجيبوا لي اياه وبيخلع اواعي في العقبه هنا وامام الناس وباخذ، الحمد لله انه فشل وكانوا 200. وبعدين انا وياك لما نقول فيش مصاري بيطلع لي واحد بيقول لي طيب التذكره 200 و300 دينار مين دفعها؟ بتعرف ما حدا دفعها، صارت التذكره وصلت ل 15 وصارت بعض القنوات الفنادق تتوزع، بعض الفنادق يلزموا الناس يشتروها ويدخلوا عليها. هل هذا مواطننا؟ احنا وقت عندنا شهداء وعندنا ظروف اقتصاديه صعبه، انا بجيب ناس يغنوا ويتعروا كاهل المواطن بتحمل كمان. والان اكتشفت، انا وجهت سؤال جديد، سلطه العقبه وتطوير العقبه تدعم هذه المشاريع وتدعم شركة بتعمل إنتاج للمغنين والمغنيات الموجود وهو صاحب ملياردير. وين إحنا؟ وين إحنا؟ صحيح. أنا لما ألاقي راتب مسؤول تطوير عقبة أو البتراء أو كذا 10 أو 15 ألف، لما ألاقي مدير بنك راتبه مع العمولات بأخذ 200 ألف، لما ألاقي مصفاة راتبه 27 ألف. نعم. وانا مش لاقي اتوظف، مش لاقي اكل، مش لاقي اكل، ومش لاقي معي دينار. هل تعلم اني مريت على الجنود او مر كثير يحتاج الى دينار؟ خذ اكثر من دينار، قال لا بدي انا الدينار بس اكمل مشواري. هي كرامتنا وكرامتنا، وين مسؤولينا؟ هل كاهل المواطن؟ هل والله امانه ايما اهل عرصه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايما اهل عرصه اصبح بهم امرئ جاء الا برئت منهم ذمه الله تبارك وتعالى. لا بالله. فكم مواطن جاء ما أنام وهو جائع؟ صح. كم من أم ما أكلت حتى تأمن قوت أولادها، قوت أولادها ويناموا على الأقل ما يقولوا إيش إحنا جعانين. نعم. مأساة يا أستاذ. هل كاهل المواطن يتحمل ملف المياه؟ لا. الآتي والضغوطات التي تقوم فيها والتقليص من حصة الفرد من المياه.
هي بس مياه. موارد المياه. طبعا المياه بدي أضرب لك أمثلة. مش قالوا فيش مياه؟ نعم. وين بتروح المي؟ منطقة الغمر. وين بتروح؟ منطقة الغمر كانت مع اليهود. نعم. سنة 50. صحيح. وكانت الآبار الموجودة فيها تغذي المختصبات الصهيونية. نعم. وينتج من أجود أنواع الخضار والفواكه وتصدر إلى أوروبا. الآن عادت الغمر لنا والباقورة. الأصل أن نستغلها. والآن القوات المسلحة هي بتستثمرها. منطقة وادي عربة. منطقة وادي عربة. نعم. قديش فيها سدود مياه ضخمة. نعم. منطقة الديسي مش قالوا لك منطقة. أنا صحيح. وجهت سؤال قلت هل هناك دنومات موجودة لأمراء خليجيين في منطقة تعرف؟ قال مش الوزير قال مش اختصاصي أجاوبك. مش اختصاصي أجاوبك. مش اختصاصي أجاوبك. اختصاص مين؟ إجا وجه زميل آخر لسوء حظهم جاوب قال نعم هناك مئات الدنومات حاطين فيها سيدي سياج ضخم حراس بنغال وكذا والبط والوز والغزلان وبصيد بيجي بالشهر بالشهرين بالثلاث يصيده والمواطن الأردني مش واصليته المية لشهرين وثلاث وأربعة لا يزعلوا علي عشان يتناحى لا يزعلوا علي المواطنين بيقولوا لي لا شهرين في ناس لهم سنة مش واصليته المية. طب اليوم ليش؟ أنا طب هاي المياه إفراغ السدود الغير مدروس هل تم المساءلة عليه لوزارة المياه؟ تم المساءلة عليه نعم. ما كان ليش هو. تم تفريغ السدود؟ إجا وزير المياه سابق حازم الناصر قال تم قالوا له شو السبب قالوا له ظلوا يشدوا عليه قال لا في خطأ وزير مياه متخصص إنه ليش وليش أنت أنا جتني مية وجتني المية الكميات وانبسطنا فيها ليش أفرغها؟ وكنت تقولوا والله الموسم جيد جيد اليوم بتقولي لا إحنا نعيش في مشان أنت تمرر مشروع اتفاقية اللي رحت على الخليج وزير خارجي الأمريكي كان واقف وراك مشان توقع عليها وأنتوا أنكرتها توقيعها أوقعوها وقعوها. طب أنا بالمقابل يا سيدي تحلية مياه العقبة نعم. تخدمني لخمسة عشر عام لو دولة الإمارات اللي قدمت المساعدات للكيان الصهيوني أعطتني إياها بغطي الكلفة وبوصل مياه تكفيني لخمسة عشر سنة تغذية مياه البحر الميت. أنا عندي آبار في المفرق المفرق ضخمة جدا قاعد متعرمين بستفيد منها بستفيد في الحدود السعودية والحدود السورية هم المستفيدون من خيراتها أنا مش مستغلها. وإذا أنت يا مواطن على سبيل المثال بمفرق الجوشاكولي عملت آبار تعتبر أنت غير مرخص بتمروا لك إياها وممنوع تستفيد منها هذا كله أليس هذا خلل؟ أليس هذا خلل في المسؤول؟ طيب شو بدك تتلحق تتلحق من متابعة المسؤولين سعادة أبو عماد اليوم أنا ليش ما يتم توجيه المنح لمثل هيك مشاريع تنموية بإمكانها اليوم تروح المنح إنها تخلي كل مواطن يعيش على الأقل يعيش حياة كريمة تعرف مش يعيش حياة رفاهية هاي مشاريع قومية تعرف هاي مشاريع مش بتفيد أنا بس تعرف بعض المنح اللي بتجينا نعم ما بستعملوهاش والمنح إذا لم تستعمل خلال فترة تعاد لأصحابها الله يجبر لكم طب منحة إجتكم تعملوا مشروع تعملوا طريق تعملوا كذا مركز صحي كذا ليش ما تستعملوها وين بتروح المنح زي ما قال بعضهم مين بأخذها وجوز أنا سألت سؤال هل ترد جميع المنح والقروض إلى خزانة الدولة معظمها ما بصل خزانة مين بأخذه طيب وين بروح المواطن المغلوب على أمره يعني يجعل الولدان شيبة الظرف المنمر فيه من أصعب الظروف ما عاد المواطن وثورة الجياع صعبة تريها صحيح شفت بالسريلانكا شفت المنظر نعم. أنا ما قدرتش أتحمل رابطين وزراء مسؤولين بالشجرة ومسطين على كفوف وضرب وشلاليت قلت لهم هذه رسالة للنظام العربي والإسلامي أن يلتصق بالشعوب القوة النظام والحاكم يستمد قوته من شعبه كلما كان قوي ولذلك النزاهة والشفافية قل له اطلع المواطن قل له والله أنا ظرفي كيف أنا بقول لك أسعار الكهرباء راح ينزلوها والمية الآن بتنقطع المية مشان يأخذوا مع العدو الصهيوني مياه كفيناش اتفاقية كفيناش اتفاقية الغاز وهو البنزين وغيره أنا بطلت أعبي 95 صرت أعبي 90 وقفت على المحطة موفي معك بقول لي لا والله معك لا والله على الأقل بقول لي ما كمان أنتم النواب قلتوا إحنا مواطنين على سبيل المثال بقول صحيح. فإذا أنا هيك كيف المواطن العادي اللي راتبه التقاعدي يعني هل يعقل طماطم هل يعقل في قانون موازنة عبر سبع سنوات أو ثمان سنوات لم يرد زيادة للموظفين لا متقاعدين ولا عسكريين معقول هذا في بلدي لا يعقل لا يعقل هكذا يكافأ المواطن على خدمته للوطن جال وبنت تعرف المواطن الأردني كرامته عزيزة وغالية صحيح. حتى بنشعر فيه عنده
ثقله وحضوره سواء بوسائل الإعلام أو في المراكز بيجاب بيحيدوه بيروحوه، ما لهوش لقمة خبز. إن الفساد هو الذي يعيث في الأرض، وإذا قلت كلمة الحق يا ويلك، إلك أجندة خاصة وأنت معارضة، مين قال؟ إحنا لا نعارض إلا من حبا بالمعارضة، وإنما نعارض من أجل الوطن وأمنه واستقراره وسيادته. إحنا غصة في حلقة كل الحكومات تعتدى على الحريات وحقوق المواطنين. أنا لما مواطن لاقي يطلع الشارع لا طالب لقمة الخبز، وأنت تذكر الله يحال إلى محكمة أمن الدولة وتقويض نظام الحكم. أنا لي أكثر من 40 سنة تقويض نظام الحكم، عمره ما رفعوا قضايا في المحكمة تقويض نظام الحكم وإطالة اللسان وما شابه ذلك. وين مواطننا؟ حرام عليكم. مواطن بيجي من العقبة للديوان، باب الديوان الملكي، بيجي من معان للديوان الملكي، بيطلع بالجفر عشائر أردنية تقف على سيران على الأقدام، صايرين بيقفوا من عشائر الأردنية في الجفر. وجهت سؤال للحكومة في هذا الخصوص، بدهم ينتحروا بشكل جماعي، فيش وظائف. طب عندكم شركات أجنبية بتعطوها امتيازات، بتعطوها كذا، بتقدموها، قولوا للشركات الموجودة شو أحد الشروط الموجودة عندي، وحطوا شروط، قولوا أنا 70% من الأردنيين. يا سلام عليك، بدي أنا أحط في هذا القطاع أردني، مش قانون العمل بنص على أنه يستخدم يد العاملة؟ صحيح، صدق لا استخدام يد عاملة ولا شيء، تعال أشوفها معه. فلذلك يعني بألم، يعني أنت سيدي فتحت جروح كثيرة والله، الجروح زادت وشايف ألم ظهور الألم، لأنك مواطن وطني وبتحب بلدك وبتغير عن مواطنك. فيعني للأسف إحنا نشعر، أصبح الواحد والله أصدقك الأول يشعر بالغربة. يعني نحن نحتاج إلى سلسلة من الحلقات معك وهذا. الله يخليك، تسلم. لكن في النهاية رسالتك عبر كاميرتك لمجلس الوزراء رئيسا وأعضاء، رسالتك الإنسانية ورسالتك الوطنية وأيضا القومية ومن منصبك اليوم. يا مجلس الوزراء، اتق الله في الوطن والمواطن، هذه أمام الله وأمام التاريخ، والتاريخ لن يرحم. هذا المواطن يعاني ويكابد المكابدة الكبيرة. نعم. ويشعر أنه مضطهد. لا يجوز أن تتعامل من برج عاجي. على الحكومة أن تتخذ الخطوات الراشدة لمصلحة المواطن وتخفف الأعباء عليه. النص الدستوري يا حكومة بلدي، إذا أنتم مش قارين، تكفل الدولة الطمانينة وتكافؤ الفرص، لا كفلة الطمانينة إلي ولا لأي مواطن أردني، ولا تكافؤ الفرص ولا المساواة بين المواطنين، ولا أعطتني حقوق النص على الدستور، حق العمل وحق التعليم وحق التملك وحق الحريات، وكل هذا أنتم غفلتم عنها ولم تمارسوا أي دور. لن يرحمكم التاريخ. سجلوا موقف للتاريخ، نسجل لكم موقف للتاريخ أنكم كنتم يوما مع المواطن. لا تهمكم المناصب، فالمناصب تزول والوطن يبقى. ونرجو الله سبحانه وتعالى لوطننا وبلدنا الأمن والأمان. دام الأردن وطنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن. وأنا أدعو الملك، كلما قال الملك إنه الوزراء لا يمارسون ولايتهم، أليس من الواجب أن يقال أي وزير أو أي حكومة؟ لكن للأسف عندما يتهموا بالإقالة وكتاب الاستقالة أنه لم يمارس حقه، نراه عاد إلى مجلس الأعيان وعاد إلى رئاسة مجالس الإدارة، وأصبحوا يتقاضون رواتب أكثر من 5 أضعاف مما كانوا عليه وهم بالوزارة. وهذا أمر يقلقني ويقلق المواطن ويقلق كل صوت حر في بلدي العزيز الغالي. وشكرا لقناتكم المحترمة اللي أنا بقدرها وبحترمها، ودام هذا الصوت صوت الحر وصوت الوطن. وركت، كل الشكر لك سعادة أبو الله المال. يبارك. يعني أكتفي برسالة الضيف العزيز المخضرم سعادة المحامي صالح العرموطي، ومثل ما تفضلت المناصب تفنى ويبقى الوطن. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من هذا اليوم من برنامج صوت الشعب. صوت الشعب منكم وإليكم، إلى اللقاء، على أمل لقاء بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. كان معكم كمال نزال، في أمان الله.